السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلابي المرحلة الرابعة. إن شاء الله محاضرتنا اليوم في مادة الهندسة الصناعية راح تكون عن السمبلكس ميثود. مطينا find the optimal solution for the following linear programming model using the simplex method. جد الحل الأمثل لنموذج البرمجة الخطية باستخدام الطريقة المبسطة. مطينا دالة الهدف maximum z تساوي 4x1 زائد 6x2 subject 2 القيد الأول ناقص x1 زائد x2 أقل أو يساوي 11، x1 زائد x2 أقل أو يساوي 27، 2x1 زائد 5x2 أقل أو يساوي 90، والx1 والx2 أكبر أو تساوي 0. الحل طبعا باستخدام طريقة simplex. خطوات الحل عندنا راح تكون خطوات محددة وثابتة، مهما يحاول يعقد السؤال فهي خطوات ثابتة نتقبل خطأ. أهم شيء نتأكد أنه الطرف الأيمن عندنا ما يساوي ما يكون سالب. فالخطوة الأولى عندنا نحول القيود إلى الصيغة القياسية، convert each inequality in the set of concentrate to an equation by adding slack variable. نحولها إلى القيود إلى الصيغة القياسية، نحولها إلى مساواة ونضيف slack variable. هاي slack variable متغيرات وهمية، لما نضيفها نفرض أنه قيمتها راح تخلي المعادلة تكون الطرف الأيسر تساوي الطرف الأيمن. فراح يكون عندنا القيد الأول ناقص x1 زائد x2 زائد s1 يساوي 11. هذا القيد الأول ضفنا للسلاك variable الأول هو s1، و x1 زائد x2 زائد s2 تساوي 27. هذا القيد الثاني، و 2x1 زائد 5x2 زائد s3 يساوي 90. طبعا هاي المتغيرات معاملاتها راح تكون واحد في كل قيد، ولما راح نجي نضيفها لدالة الهدف معاملاتها راح تكون صفر. الخطوة الثانية هي نصفر دالة الهدف make the objective function equal to zero. راح تكون z ناقص 4x1 ناقص 6x2 ناقص 0s1 ناقص 0s2 ناقص 0s3 يساوي صفر، وجميع المتغيرات اللي عندنا أكيد x1 والx2 والمتغيرات اللي ضفناها اللي هي slack variable s1 s2 s3 قيمها راح تكون أكبر أو تساوي الصفر. هسه راح نجي نكون جدول بسيط. بالجدول راح نخلي المتغيرات اللي عندنا ومعاملاتها. هذا الجدول أول عمود راح يكون بالبيزك فاريبل. البيزك فاريبل راح نخلي جوا S1 S2 S3. سيجي واحد يقول احنا بالبداية اعتبرناها سلاك فاريبل من خليناها بالقيد، شلون هنا صارت بيزك فاريبل؟ من خلال الحل راح هذه المتغيرات راح تكون هي تخرج وتجي بدالها متغيرات أساسية قيمها راح تكون هي تحقق لنا الأوبتيمال سوليوشن. نجي بصف البيزك فاريبل نخلي المتغيرات حسب ترتيبها مثل ما موجود في دالة الهدف x1 x2 s1 s2 s3 والرايت هاند سايد قيم الطرف الأيمن. بالصف الأول راح يكون عندنا معاملات متغيرات القيد الأول اللي هي سالب 1 x1 1 زائد 1 x2 زائد 1 s1 زائد 0 s2 وقيم ال s3 أيضا 0، والطرف الأيمن عندنا 11. هنا معاملات القيد الثاني وهنا معاملات القيد الثالث، وهنا راح تكون الطرف الأيمن عندنا. أما الصف الأخير راح يكون عندنا عبارة عن قيم الزت. الزت راح يكون عندنا ناقص 4 وناقص 6 للx2 وصفر للs1 والs2 والs3، وكذلك الطرف الأيمن راح يكون عندنا صفر. هسه نجي نحل. أول شيء نسوي بما أنه الدالة منطينياها ماكسيموم، في حالة أنه الدالة تكون ماكسيموم أجي إلى الصف الأخير أو صف الزت أبحث عن أعلى قيمة سالبة بي. أعلى قيمة سالبة هي سالب 6، فإذا العمود اللي أعلى هذه القيمة
راح يكون هو البايفوتس كولوم، صف الاستبدال، والمتغير الموجود في هذا العمود الـ H2 هو راح يكون الـ entering variable، المتغير الداخل راح يجي مكان واحد من هذه المتغيرات. زين هسه راح نجي لازم نحدد أي من هذه المتغيرات راح تخرج عندنا ويدخل بدالها الـ X2. فراح نجي نقسم الـ right hand الطرف الأيمن على قيم متغيرات الـ pivot column، نقسم الـ right hand على متغيرات الـ pivot column. يعني شلون؟ يعني نقسم 11 تقسيم 1 راح تطلع عندنا قيمة، 27 تقسيم 1 راح تطلع عندنا القيمة الثانية، والتسعين تقسيم 5 راح تطلع عندنا القيمة الثالثة. هذه القيم الثلاثة اللي طلعت عندنا نسميها الريشيو، نختار أقل قيمة بيهم. أقل قيمة بيهم صفها راح يمثل لنا البايفوت رو، صف الاستبدال، وراح يحدد لنا التقاطع مع البايفوت كولوم، البايفوت إليمنت عنصر الاستبدال، وراح أيضا يحدد لنا المتغير الخارج، يعني راح يخرج عندنا المتغير S1 وراح يجي بداله الـ X2 هنا. يعني هنا هذه المتغيرات راح تبقى مثل ما هي، بس هنا راح يصير عندنا X2 S2 S3. طبعا هنا راح نسوي جدول ثاني جديد، والقيم راح نبدي نحسبها من جديد. شلون راح نحسب القيم من جديد؟ راح نحسب قيم الـ X2، وراح نحسب قيم الـ S2، وراح نحسب قيم الـ S3، وراح نحسب قيم الـ Z. خلنا نجي نشوف شلون. طبعا مثل ما قلنا construct new table after pivoting، نسوي نسوي جدول جديد بعد الاستبدال. الجدول الجديد راح يحتوي لنا أول شيء قيم الـ X2، a new pivot row، صف الاستبدال الجديد راح يكون هو عبارة عن قيم X2. راح شلون نحصل عليه؟ old pivot row، قيم القديمة لهذا الصف اللي هي قيم الـ S1 راح نقسمها على الـ pivot element، على العنصر الناتج من تقاطع الـ pivot column مع الـ pivot element. فالصف القديم هو S1 راح نجيبه وراح نقسمه على واحد. الواحد هذا قلنا الـ pivot element، العنصر الناتج من تقاطع الصف مع العمود. راح نقسم سالب واحد على واحد، والواحد على واحد، والواحد أيضا على واحد، صفر على واحد، صفر على واحد، 11 على واحد، وراح يطلع عندنا هذه عناصر X2 الجديدة بالجدول. راح هنا نجي نحطها مثل ما طلعت عندنا. هسه نرجع، هسه احنا طلعنا قيم X2، بقت عندنا S2 و S3. ال S2 راح نجيب قيمها القديمة ال old row، قيمها القديمة بالصف القديم، ناقص pivot column coefficient. خلنا نجي نشوف شنو الـ pivot column coefficient. pivot column coefficient هنا هذا صار عندنا pivot element. زين فالعناصر البقية، هذا العناصر اللي موجودة بالعمود بعمود الاستبدال، هي نسميها كولوم كوفيشنت. يعني الواحد هو الكولوم كوفيشنت للأس2، والخمسة كولوم كوفيشنت للأس3. نجيب الأولد رو قيم الأس2 القديمة ناقص، نخلي ناقص بايفوت كولوم كوفيشنت شقد للأس2، قلنا واحد، في نيو بايفوت رو. شنو هو النيو بايفوت رو؟ قيم X2 الجديدة اللي حصلنا عليها هنا اللي هي هذه. هذه راح نجي نجيبها هنا نفسها، نضربها في واحد في كولوم كوفيشنت، واحد في سالب واحد، نقصها منين؟ نقصها من قيم الاس2. يعني راح تكون عندنا واحد في سالب واحد سالب واحد، فراح تكون عندنا واحد سالب
سالب واحد راح يطلع عندنا 2، كذلك 1 في 1 ننقصها من 1، 1 في 1 ننقصها من 0، وهكذا إلى أن نحصل على قيم الأس 2. نجي للأس 3 أيضا، نخلي قيم الأس 3 القديمة الموجودة عندنا بالجدول الأولي ناقص كولوم كوفيشنت في نيو بايفوت رو الصف الجديد للأكس 2 اللي حصلنا عليه. راح تطلع عندنا قيم الأس 3 هي 5 في سالب 1 سالب 5، فنقول 2 ناقص ناقص 5 راح تكون عندنا 7، وخمسة في واحد راح تكون عندنا 5 ناقص 5 راح يكون عندنا 0، وهكذا إلى أن نحصل على صف أس 3 جديد. هاي القيم اللي حصلنا عليها راح نجي نسوي جدول وننزلها بي، وكذلك طبعا نفس الطريقة قيم زد، قيم أس 2 طلعناها وقيم أس 3 طلعناها، راح نجي ننزلها مثل ما هي. قيم الزد أيضا قيم زد القديمة ناقص معامل كولوم كوفيشنت ناقص 6 كان في سالب 1 1، قيم ال x2 الجديدة راح يطلع عندنا هذا z أيضا ننزله. هذا حصلناه على الجدول الجديد. هسه لازم نجي القيم z، لازم تكون عندنا كلها موجبة، أي قيمة سالبة عندنا راح نجي نشتغل نفس الشغل اللي اشتغلناه بذاك الجدول. زين هسه احنا راح نجي قيم زد، اكو عندنا قيمة سالبة، عندنا سالب 10، فايضا نفس الشي راح يصير عندنا، راح نختار اعلى قيمة سالبة. لو كان عندنا قيمة غير السالب يعني غير العشرة كان راح نقارن بينها وبين ذيك القيمة ونشوف ايها اعلى، ما انه عندنا بس سالب 10 ناخذه. فاذا السالب 10 هو راح يكون عندنا العمود الفوق، راح يكون هو عندنا عمود الاستبدال، راح يكون الx1 هو المتغير الداخل، ونحدد ايضا نفس الطريقة حتى نحدد المتغير الخارج من هذه المتغيرات، فنقسم الرايت هاند ال11 تقسيم العمود اللي احنا اختاريناه البايفوت كولوم 11 تقسيم سالب 1 و 16 تقسيم 2 والخمسة تقسيم 7 العفو 35 تقسيم 7 راح تطلع عندنا قيم، راح تطلع لنا سالب 11 8 5. راح نجي ناخذ اقل قيمة بيهن، بس اقل قيمة لازم ناخذها انه ما تكون سالبة أو صفر. إذا كانت إذا طلع عندنا ناتج القسمة الرايت هاند على البايفوت كولوم سالب أو صفر فهذه القيمة تهمل ونأخذ ناخذ قيم أخرى بدالها، فهذه القيمة نهملها راح ناخذ بدالها 5. 5 هي إذن هذا الصف اللي تبعها راح يكون هو صف الاستبدال، إذن الأس 3 هو راح يكون المتغير الخارج راح يجي بدال الأكس 1، والسبعة هي راح تكون البايفوت إليمنت. أيضا نفس الطريقة راح نجي نحسب قيم الأكس 2 من جديد وقيم الأس 2 من جديد وقيم الأكس 1 راح تكون هنا من جديد، وراح نكون الجدول الثاني الثالث. الجدول الثالث راح يكون x2 و s2 و x1، ايضا راح ننزل قيمهن هنا وراح نتاكد انه ما عندنا بالذات قيمه سالبه. هنا عندنا طلعت قيمه سالبه، فبنفس الطريقه راح ناخذ العمود اللي يكون اعلى هذه القيمه والمتغير اللي يكون بهذه العمود راح يكون هو المتغير الداخل، وراح نبحث له عن صف حتى ناخذ المتغير تبع هذا الصف ويكون هو المتغير الخارج. فايضا راح نقسم الرايت هاند على عوامل البايفوت كولوم، ف16 على 27 على تقسيم 2 على 7 و6 تقسيم 3 على 7
وخمسة تقسيم سالب خمسة على سبعة. ما إنه قلنا ما يصير تطلع عندنا قيمة سالبة أو صفر هنا، فنهملها هاي هنا لأن راح تكون عندنا صفر، العفو سالبة. نختار أقل قيمة من هاي القيمتين بالريشيوز، القيمة العفو الصف التابع لهذه القيمة راح يكون هو البايفوت رو. إذن الأس 2 هنا راح تكون عندنا هي المتغير الخارج، راح تجي بدالها الأس 1. وأيضا نحسب قيم الأكس 2 والأس 1 هنا راح تكون عندنا، والأكس 1 وقيم الزد بنفس الطريقة. راح بس المتغير الداخل عندنا راح نحسب قيمه بطريقة أنه نقسم القيم هذه الأس 2 تقسيم الثلاثة على سبعة، بينما الأكس 2 راح نحسبها نخلي قيم الأكس 2 ناقص الاثنين على سبعة في القيم أس 1 الجديدة، راح يطلع عندنا قيم الأكس 2 وكذلك الأكس 1 والزت. أيضا راح نقلل القيم الجديدة اللي عندنا في صف وفي عفوا في حقل جديد في جدول جديد. هذا الجدول الجديد راح يكون البيزك فاريبل بي اكس 2 اس 1 اكس 1 والزت، نجي على قيمها نتأكد انه ما عندنا قيمة سالبة، وما انه ما عندنا قيم سالبة فالمفروض هو هذا الجدول اللي حقق لنا الحل الامثل. فناخذ قيم البيزك فاريبل اللي عندنا فالاكس 2 هنا قيمتها بالرايت هاند سايد ايش قد 12، والاس 1 ناخذ قيمتها 14، والاكس 1 ناخذ قيمتها 15. المفروض هذه القيم اذا نخليها بمعادلة الزت راح تحقق لنا 132 وهو الحل الامثل الاوبتيمال سوليوشن. فنجي نخلي هذه القيم بمعادلة الزت راح تكون 4 اكس 1 راح تكون 4 في 15 زائدا 6 اكس 2 6 في 12 زائدا 0 S1 راح تكون 0 في 14 هو الزت عندنا راح تحقق 132. وهنا توصلنا للأوبتيمال سوليوشن لما تكون الدالة ماكسيموم باستخدام السمبلكس ميثود. شكرا لاستماعكم.